صوع واشتراكية واتحاد اشتراكي وحرب وتعليم وتغيير في النظم التعليمية وترقية النظم التعليمية، وانتظر سنة 2014 من سنة 1952 لا أعلم ولا أعرف وأجهل إعداد البرلماني أو رجل السياسة. أنا ما بقولش ياخد دكتوراه ولا بقولش ياخد بكالوريوس، بل على بس على الأقل ينتهي من مرحلة التعليم الثانوي. ترجمة هذا الدستور، وأنا بأطالب وأناشد المسؤولين أن هذا الدستور يترجم إلى 4 لغات: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية أو الإيطالية. هذا هو وجه مصر. كيف أترجم التعليم الأساسي حتى يكون متوفر بلغات كثيرة يتكلم بها العالم؟ نعم. كيف أترجم هذا النص لغويا؟ وكيف ينظرون إلى أعضاء المجلس التشريعي وأن هناك من يفك الطلاسم؟ ده في ثانوية عامة ما بتعرفش تكتب لغة عربية، تكتب عربي لو ملتها. أنا بقدر اللي حضرتك بتقوله، يمكن كتير من السادة المشاهدين اللي بيستمعوا إلينا الآن، وربما حتى أنا رأيي الشخصي في لحظة من اللحظات، يمكن يبقى موافق حضرتك في ضرورة إعداد رجل السياسة بصورة أفضل وبتعليم أكتر وبمؤهلات دراسية وبقراءة في علوم السياسة بشكل أفضل، ولكن إذا كان حال المجتمع المصري يسمح بأنه يكون هناك من يمكن ترشحه الآن في إحدى المناطق الشعبية حاصل على الشهادة الإعدادية مثلا فقط، والمنطقة تحبه مثلا، ربما ما تطالب به حضرتك كان سيلقى رفضا أكبر مما يعني ترفضه الآن أنت حضرتك في هذه المادة. يعني أنا بحاول أعرض مع حضرتك وجهة النظر الأخرى، فماذا يمكن أن نقول؟ أنا بقول ومصمم على رأيي. نعم. إنه بعد 80 سنة صورة و80 سنة ثانوية عامة و80 سنة و80 سنة، عيب قوي إن أنا الذي يمثلني تشريعيا الصياغة التشريعية الصياغة المواد، أنا لازم هجيب لجان تصير. طب تسمح لي أطرح على حضرتك السؤال بطريقة أخرى دكتور عادل مستقبلا، يعني وهذا النص الذي بين أيدينا لا يمكن أن يخلو من العيوب لأنه عمل بشري وليس كتابا سماويا مقدسا، هل يمكن أن نقول أن هذا النص يمكن إضافة أو تعديل بعض مواده في غضون سنوات قليلة عندما يستقر الحال السياسي في مصر ولتكن مثلا 4 أو 5 سنوات؟ هل هذا مقبولا بالنسبة لحضرتك؟ أنا كنت أتمنى أن اللجنة 50 كما راعت في المادة 243 اللي بتنص على تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب، يعني أنا خليتني مرحلة انتقالية. كان يقول لي هنا في النص ده مرحلة انتقالية، يقول لي أول مجلس، يقول لي إعدادية. مشاهدينا الكرام، كنا بنسبق الأحداث، والدكتور عادل دلوقتي بيطرح على حضراتكم نص المادة 243 اللي بيقول نصها: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. فقرأت لهذه المادة أنها مادة انتقالية، أو وهي بالفعل جاءت في الفصل الثاني الخاص بالأحكام الانتقالية من الباب السادس والأخير الخاص بالأحكام العامة والانتقالية، وكان يتمنى أن يأتي على غرارها نص المادة 102 التي تتحدث عن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب. هنتجاوز مع حضرتك النقطة ديت وهنرجع لها تاني بالتأكيد، وربما السادة المشاهدين منهم من يوافق حضرتك الرأي ومنهم من يختلف معك، وفي النهاية احنا لن نستطيع تحقيق المادة. أنا هستكمل برضو المادة 102. الاتجاه الغالب في الدستور ان هو بيلتزم بالحد الادنى للسن، ما بيلتزمش بالحد الاقصى. لا يتصور ان يجي عضو مجلس الشعب ينتخب يرشح نفسه يكون عنده 80 سنه ولا 75 سنه، لا بد من وضع حد اقصى للسن. ده اللي برضو يبدو ان قسم الاعداد والاخراج يعني رأف بحالي واراد ان يعافيني من مسؤوليه يعني الاختلاف مع حضرتك في الراي. فمعنا الان عبر الهاتف الاستاذ احمد عيد عضو لجنه 50، هو ربما يرد على بعض ما اشرت اليه حضرتك. اهلا بك يا استاذ احمد.
اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. دلوقتي معنا الدكتور عادل خير استاذ القانون الدولي والمحكم الدولي، وبنتحدث عن بعض المواد في الفصل الاول من باب الاحكام العامه والانتقاليه من 228، وحديثنا كان في خلال الماده 229 وما يعني اشارت اليه من انه انتخابات مجلس النواب ستكون وفقا لاحكام الماده 2 اللي من ضمن شروطها او من ضمن الشروط الوارده فيها عن ترشح لعضويه مجلس النواب انه يكون العضو حاصل على شهادة اتمام التعليم الاساسي اللي هي الاعدادية، وبينتقد هذه النقطة. ماذا جرى داخل لجنة الخمسين حتى تتصلوا الى هذه المادة بهذه الصياغة؟ يعني هو الدستور بينص على القواعد الاساسية والشروط العامة اللي المفروض تتوافر في المرشح، والقانون بينظم باقي الشروط الاخرى اللي المفروض توفرها. انا النهارده في الاول في الاخر بحط شروط اساسيه وشروط مهمه، ولكن بيبقى الاختيار للناخب هو اللي بيحدد ان كان هو هيدى صوته لشاب ولا هيدى صوته لواحد عنده 80 سنه، ولكن يعد استثناء مثلا لغير قدرات مفكر استاذ طيب. قانون انا هستاذنك استاذ احمد لانه يعني الدكتور عادل مش سامع صوت حضرتك بوضوح، هنقله بس جزء من اللي حضرتك قلته ونرجع لك مره ثانيه. هو الدكتور استاذ احمد عيد اللي معانا على الهاتف عضو مجلس وعضو لجنة الخمسين بيقول انه المادة بتفتح الباب امام الجميع او لنسبة اكبر للترشح، وانه في النهاية فرصة الاختيار بايد الناخب، يعني هو من سيختار من معه اعدادية ومن معه شهادة اعلى، من هو شاب ومن هو اكبر في السن، وهنرجع لحضرتك بهذا الرد مرة تانية. فضل اكمل استاذ احمد. فبالتالي احنا ممكن يكون عندنا احنا طبعا لغينا مجلس الشورى، وكان مجلس الشورى بنتكلم على انه هو مجلس الشيوخ، ممكن يبقى فيه اساتذه قانون سابقين او رؤساء محاكم او يعني شخصيات عندهم خبره معينه. فبالتالي انا ما ينفعش اجي احد من السن في مجلس الشورى حتى بعد الغاء مجلس الشورى. فبقول والله انه وارد ان يجي شخص عنده 80 سنه جيد كفء لديه من الافكار سمعته اللي كان دكتور عادل بيتحفظ على فكره. لا هو في حديث دار بيننا وبين بعض انا التعليم ايضا موضوع التعليم ايضا لا احنا في قيادات عماليه كتير جدا بنبقى معاها شهادات اعداديه ويعني لديها الكفاءه الكافيه ان هي تكون موجوده جوه مجلس النواب. فبالتالي احنا بندي فرصه اكتر للغرض يختار الغرض من الشروط اللي مطروحه في كثير من المواد المتعلقه سواء باعضاء مجلس النواب او حتى رئيس الجمهوريه، هو اتاحه الفرصه لاكبر عدد ممكن من المرشحين لهذه المناصب، وللشعب ان هو يختار من يراه الاكفى والاصلح والانسب. انت بتحط الشروط التي لا يمكن تجاوزها، يعني تقول مثلا الجنسيه مصري، ادى الخدمه العسكريه، بتحط الحد الادنى اللي هو لا يمكن تجاوزه، وما عدا ذلك الناخب هو اللي بيشارك فيه. الوقت متاثر مع حضرتك استاذ احمد ان تبقى معنا عبر الهاتف، لانه لسه معنا مادتين كمان ربما احتاج يعني تعليق من حضرتك في حضور الدكتور عادل. انا بنقل لحضرتك يا دكتور عادل اهم ما قاله الاستاذ احمد، وهو بيشير نقطه اخرى كمان انه فكره عدم النص على سن كحد اقصى للمترشح لمنصب مثلا مجلس النواب، الغرض منه اتاحه الفرصه ايضا للترشح، وعلى الناخب انه يختار من يراه الانسب والاصلح. اذا كان لحضرتك رد على النقطه ديت قبل ما ننتقل لمواد اخرى. والله انا ردي بسيط جدا. اتفضل يا فندم. نحن عانينا من نظام حكم كان متمسك بالحكم حتى لو انتقل نظام الحكم الى مقبرته. فهذه التجربه لابد وان تعطينا ضوءا نسير عليه، نضع حدا اقصى للمترشح. انا ما قلتش ما بمنعش حد، لكن انا بنظر حينما تنتهي الدورتين، حينما تنتهي. هو طبعا ده كان حديث بينه وبين حضرتك يمكن يعني بالاخص منصب رئيس الجمهوريه، ويمكن حتى يعني نشرت معنا الساده المشاهدين في الحديث اكثر حوالين هذه النقاط والملاحظات اللي حضرتك بتشير اليها. نقرا معهم الماده 230 ونعود تعليق حضرتك. انا بس يعني في 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 ظل برضه في مجلس النواب، انا ما زلت وزي ما حضرتك قلت ان قد يكون في المستقبل الامل في تعديل بعض المواد. انا بأناشد في إذا ما توصلنا إلى تعديل بعض المواد بعد 5 سنين 10 سنين إلغاء الحصانة البرلمانية كمان.
حضرتك بتطالب بمطالب لا الغاء اكيد ليها مبررات قانونيه. انا عايز اعرف حضرتك برضه المبررات الحصانه البرلمانيه، وارجو الا يغضبوا مني الباب الملكي لعبور الفساد. الحصانه البرلمانيه بتفسر على غير نيه المشرع. حضرتك عايز تقفل باب من الابواب اللي كانت سبب في ثوره يناير حتى يعني. وانا بقول العضو المترشح المخلص الذي لا ينظر الى حصانه مش هتفرق، هو الذي سوف يتقدم. ولكن الذي يرغب في الحصانه لاسباب واغراض شخصيه هو اللي هيبتعد. وجهه نظر يعني تحترم وليها اكيد قيمتها ومثاليتها، ولكن للاسف مش كل الناس بتفكر زي حضرتك. وده قانون برضه يعني له مبرر قانوني. ماده 230 مشاهدينا الكرام تقول يجري انتخاب رئيس الجمهوريه او مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على ان تبدا اجراءات الانتخابات الاولى منها خلال مده لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابيه التاليه خلال مده لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور. طبعا هو الماده ديت بتحدد المده الزمنيه الواجب فيها اجراء الانتخابات الاولى بعد الموافقه على هذا الدستور في حال الموافقه عليه، لكن ما حددتش اي هذه الانتخابات ممكن تكون هي المرشحه كاول انتخابات تجرى بعد الدستور. ايه اللي فهمته حضرتك من محتوى الدستور كله؟ انا اللي انا يعني نتمسك الاول بالنص. اتفضل يا فندم. النص بيقول لي زي ما حضرتك قلته على ان تبدا انتخاب اجراءات الانتخابات الاولى. الانتخابات الاولى بمعناها ايه؟ انتخابات رئيس الجمهوريه. تجرى انتخابات رئيس الجمهوريه نمره واحد. انت حضرتك اعتمدت على ترتيب الترتيب على الترتيب لازم اتمسك بالنص. واذا افترضنا ان نيه ال 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 المشرع او من وضع الدستور لا اجتهاد مع وضوح النص. العباره بعض ممكن يقرا قراءه حضرتك انها قراءه سياسيه مش قراءه دستوريه. لا يعني يرى انه الارجح او الاوفق او اللي معظم الناس شايفاه الان انه تجرى الانتخابات الرئاسيه في مصر مش وفقا للماده الدستوريه. يعني الماده الدستوريه هذه تحديدا زي ما حضرتك قريتها ترتيب النص على رئيس الجمهوريه قبل مجلس النواب يشير الى هذا. لا ده ترتيب النص. ده ترتيب. حينما افسر هذا النص واشرحه على الطلبه عندي هقول ايه انتخابات رئاسيه. واحنا النهارده بنناقش يعني لجنه الخمسين اعطت المكنه دي للدكتور للمستشار رئيس الدوله المؤقت رئيس الجمهوريه المؤقت، فهو اختار حسب ما ارى اختار الانتخابات الرئاسيه والانسب الانتخابات الرئاسيه. الانسب ده راي استاذ قانون وراي المواطن المصري كمان زي ما حضرتك بتقول دلوقتي. لكن كتير من المواد لا تشير الى ترتيب هذه الانتخابات. مثلا نرجع للنص الماده 228 تتولى اللجنه العليا للانتخابات ولجنه الانتخابات الرئاسيه القائمتان في تاريخ العمل بالدستور الاشراف الكامل على اول انتخابات تشريعيه ورئاسيه تاليه للعمل به وتؤول الى هيئه الوطنيه للانتخابات فور تشكيلها اموال اللجنتين. هنا الحديث معكوس، الحديث عن انتخابات تشريعيه وبعدين انتخابات رئاسيه. انا هقول انه والله اني اللجنه العليا للانتخابات دي لجنه بتتلقى تعليمات. النص ان انا اقولها الاول ولا الثاني انا اللي احدد لها انا كرئيس الجمهوريه. لكن انا النهارده انا اللي انا باحيل اليها الاجراءات. يعني هي لا تخلق ماده، لكن انا عندي ماده اساسيه تجرى، والا كانت الصياغه في هذه المعنى في تعارض في الصياغتين وهتبقى صياغه معيبه. لكن طيب. انا اللي بقوله بما ان الاستاذ احمد عيد مشكورا ما زال معنا عبر الهاتف. استاذ احمد تحياتي لحضرتك مجددا، ونص الماده اللي حضرتك استمعت اليه ارجو ان يعني تؤكد لنا او تنفي صحه ما فسره الدكتور عادل. هل هذا ما اتجهت اليه نيه المشرع عندما وضع هذه الماده في الدستور ان تجرى الانتخابات الرئاسيه اولا؟ استاذ احمد يبدو انه لم يعد معنا، بنشكره على كل حال. وبنرجع لحضرتك دكتور عادل، والحقيقه انا يعني عايز اعرف في تقدير حضرتك كمان هذه الماده هل بتشرح بدقه المدد الزمنيه الواجبه لاجراء الانتخابات الاولى ايا كانت، وافترضنا ان حضرتك زي ما قلت هي
تشير الانتخابات الرئاسية والانتخابات التالية وهي الانتخابات البرلمانية أو التشريعية في هذه الحالة، أم أنه